طبعا الوضع الطبي بشكل عام أصبح سيء جدا، وخاصة خلال الشهر الرابع نتيجة قصف 6 مشافي في محافظة إدلب وخروجها عن الخدمة، بالإضافة إلى قصف مركز صحي، الأمر الذي أدى إلى غياب حوالي 25% من الخدمة الطبية في محافظة إدلب عموما. يذكر أن عدد المستفيدين شهريا من المرافق الطبية والمنظومات الموجودة في محافظة إدلب كان حوالي 330 ألف شخص شهريا، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف عمل جراحي. هذا الاستهداف والذي أدى إلى خروج المشافي عن الخدمة، بالإضافة إلى تقليل العمل نتيجة خطة الطوارئ، لأن كل المشافي اليوم يعني حقيقة مهددة بالقصف في هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها كل من النظام وحلفاء الروس، أدى ذلك إلى معاناة كبيرة للمرضى، مرضى غسيل الكلية ومرضى يعني قصور القلب والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الحواضن، مرضى الأطفال، يعني مشافي النسائية مثل ما حصل في كفر تخاريم تم قصفها مؤخرا، مشفى معركة نعمان الوطني، فأدى ذلك إلى معاناة شديدة. وبالطبيعي في حال استمر هذا الوضع على ما هو عليه سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الوفيات وارتفاع معدل الأمراضية. ما نقوم به حقيقة هو يعني جهود متواضعة ضمن إمكانياتنا البسيطة الموجودة، من خلال العمل على تحصين بعض المشافي، من خلال التعاون مع بعض الشركاء مثل الدفاع المدني وبعض المنظمات الطبية.